السؤال الثاني، ها عندنا في المسجد ما فيش إمام، بس بيدخل واحد من العوام أو مثلا اللي حافظ قرآن يدخل يصلي. دايما في واحد يسبق على السماعة ويدخل يصلي، والقراءة بتاعته بيساء أخطاء كتير. نقول له بعد ما يخلص فيه الخطأ هنا يعني وهنا. عفوا عفوا، المسجد فوضى للي يسبق يعني، ولا في إمام للمسجد؟ احنا عندنا المسجد في القرى يعني مفيش موظف، أي حد مثلا الأكبر في العلم أو كده كبير في السن لا بيدخل يعني يصلي. المسجد له إدارة أو ليست له إدارة؟ لا ما فيش إدارة، يعني فوضى. يعتبر شبه كده. طب ماذا نصنع لكم يعني؟ إذا كانت الأخطاء شديدة في الفاتحة مخلة بالمعنى لا تصلوا خلفها. إذا يعني كانت فتحة بدل الكسرة وكسرة، ويغير ممكن حروف وكلام حاجات زي كده، نقول له ما يرضاش. يعني هو ثبت على كده، راجل كبير فوق 60 سنة، ما مش عارف يغير ومش سامح لحد انه يدخل مكانه. صلي في مسجد آخر ريح نفسك. شو